أول ثورة صارت بالرسمي في تاريخ البشرية، واللي ما عنديش تاريخها بالضبط بالضبط بالضبط، هي وقت اللي المعلومة وليت تنجم تتحرك من إنسان لإنسان آخر، على خاطرهم ولاو ينجموا يترجموا أحاسيس وأفكار ويعبروا عليها بإشارات أشكال وأصوات، حتى لين تأسس نظام كامل تاع رموز وتتسمى اللغة. واليوم المعلومة ولات تدور العالم على هيئة ذبذبات رقمية ما تتراش بالعين، أما تأثر في نشر ثقافة وممكنها تطيح دولة كاملة. أثناء اللي ما نعرفش قداش من ألف عام اللي صار فيهم هذا الكل، يا ما صارت حكايات اللي تحكيت واللي تنسيت، والإنسان تغرم بالحكايات يعيشها ويحكي عليها، يسمعوها ويحكيوها لجيال تجي بعد جيال، وكي تجي تشوف تلقى كل شيء حكايات: الثقافة، العلم، الدين، الفن، السياسة، الدنيا حكايات وكل شيء حكاية. أما ساعات نحس اللي الفعل من حكاية ما كروش يكون يحكي، على خاطر الحكاية عمرها ما كانت تقتصر على فعل الحديث وإلا الكلام، هي سلسلة متاع أفعال أو أحداث مربوطة بنسق سببي وأطر زمنية ومكانية، هي ممكن زادة الخلطة السحرية ما بين نشوة الخيال وغصرة الواقع اللي يخليها بالرسمي تستاهل المعنى الكامل للكلمة حكاية.